سيدي داود ضمن العادة والعويد من عام 1824. موسيقى de design. العليني لتحقيق الأمان. ما أحلاها الحياة مع بريزيدان. من أولاد الكوجينة. كما تعرفوا ناس الكل الأيامات قليلة ونستقبلوا إن شاء الله رمضان، إن شاء الله يتعاد علينا بالصحة والعافية، وإن شاء الله زادة باش تبعونا في رمضان في أولاد الكوجينة على قناة التاسعة كل يوم قبل شقان الفطر. وبالطبيعة باش يكون موجود معايا الشيف مؤمن. شيف أهلا بيك. نحوالك؟ الحمد لله. حاضر لرمضان إن شاء الله بقدرة ربي؟ حاضرين إن شاء الله. يجينا رمضان كله خير وبركة. أي ونوعدوا السادة المشاهدين الأوفياء اللي تابعونا على قناة التاسعة يتابعوا في أولاد الكوجينة اللي باش نعملوا لهم بطاطا ربي منو يعمل 66 كيف بالنسبة لرمضان. ما يتهنيو معناتها ما عادش يحيروا في الدباير إن شاء الله. ليه ما اسمع، جو رمضان جو وحده راهو رمضان. رمضان يجينا البركة، يجينا الرزق، يجينا كل شيء في رمضان. والريحة شايف يظل بدات تفوح سيي، أما يظل لك العادة شايف حتى في رمضان ماكش تبدا وحدك. كل عادة مش نبدا وحدي، حتى تو ماحناش وحدنا، بحذانا شايف جيس باش يكون بحذانا. اللي باش تشوفوه توا توا نخليكم تشوفوا معنا شايف انفيتي نتاع اليوم. معنا توا توا شيف انفيتي نتاعنا اليوم شيف سفيان. شيف شنو الحمد لله لاباس. عايش سبا. عايش لاباس الحمد لله. حاجه دلالنا اليوم اي ان شاء الله قدره ربي باش نعملوا حاجه مزيانه على الاخر اليوم وكونسيستانت. اليوم باش نعملوا شربه عدس، ونحن في تونس ناكلوا شربه العدس برشا انواع، معناها نستعملوها. شيف شيف سفيان على الدخله طول تخلينا في لي غوسيت. يا حافظ درسو سي. لي زانغريديون قريب سي يظل لي كان مشيت لشيف سفيان. شيف مؤمن قبل راك بديت تحضر فيها. اي بالطبيعه بالطبيعه راني بديت نخدم انا على روحي. لي والله بالحق شيف سفيان ابار معناتها الكوجينه والتطيب والحراره صحيت بشوش من قبيله. هو يضحك وشيخ ان شاء الله ديما زاهي وديما فرحان. عايش عايش. شنو باش تحضر لنا اليوم؟ اليوم باش نعملوا شربه عدس بالبلون دو بولي. باش نخدموها. باش نعملوا اليوم اوف فارسي
ما نحبش نتكلم برشا بالفرنساوية انا عظم باش نعملوا له الفارس نتاعو المحل الاصفر نتاعو هذاك باش نخدموه باش نخدموه باش نخدموه تو نوريكم بعد انا لي زانغريديون نتاعو كيفاش باش نكتموه وباش نعمل نبداو في شرب العسل نبداو ما يسالش باهي نحطوا البوالا نتاعنا شوف فيها شيء نحط فيها شويه زيت الزيت نجمه بالطبيعه البرشا شيف ذي غسيت صحية شخطوا اللي ناقصهم الفيغ الحديد وكل يمين شو يلزمنا باش نحطوا مع العدس؟ شنو نحطوا شيف مع العدس؟ القارس القارس أنا في بالي زادة مع الباذنجان شيف نحطوا زادة قارسة لا مع الباذنجان نحط في الماء وملح الماء والملح مع الباذنجان والقارس مع العدس هي البرشا شيف باهي يسخن لنا شوية زيت نحطوا شوية بصل هي البرشا شيف دونك قليل البصل نتاعنا شويه بصل يتقلى شويه البصل لوحده تو شيف احنا وين نجمو نلقاوك انا تلقوني انا عندي تريتور نعمل تريتور تريتور تحريشه نعملوا فيها لي زيفينمون تحريشه خفيفه معناتها ولا انت اخترت تحريشه على الاسم كيفاش اخترت على الاسم باش تكون ديما معناها ديما حاجه خفيفه معناها هاي بيه نعرفوا وين نلقاوك اي تلقوني في التريتور هذايا ديما انا موجود فيها نعمل انا لي زيفينمون معناها خدمتي الاصليه معناها ديما قاعد نخدم مع العريس مع المناسبات مع هذاك علاش اليوم شيف سفيان مش حاضر لنا لي زوف ارسي حاجه خفيفه حاجه خفيفه ومزيانه باش نوريك انا شنو كيفاش نعملوها الستيل نتاعها ستيل جديد مزيان محلاه تبعونا ملا باش تشوفوا الغوسيت هذي دونك حطينا البصل البصل تقلى ديجا بدا يخرج في الريحه نتاعو باش نزيدوا عليه البلون دو بولي بولي الفيرما بالطبيعه قصيناه اون كوب خليهم يتقلاو شويه شيف مؤمن توا انت سي بون بديت كالعاده تحضر في الغوسيت اللي من بعدها كالعاده ما تعرف حضروا ميزون بلاس اونتر تون انا باش نحط شويه زيت يسخن في البواله اي حضر لنا الغوسيت اللي من بعدها اي كعصر السرعه شيف سفيان فيسع احنا في خدمتنا ديما تلقانا معناها نعملوا ثلاثه اربع حاجات فرد وقت باش من بعد كي نجيو نعملوا الدريساج نعملوا الدريساج مرتاحين احنا تو نحطوا حاجه اكوتي ونخلينا شيف نكمل الغوسيت نتاعنا خاطر بالحق شربت العدس حاجه صحيه برشا شربت العدس حتى اللي احنا اليوم قدينا احنا الدجاج نتاعنا معناها باش تكون مطعمها مختلف باهي بطبيعه دجاج الفيرما باهي بطبيعه دجاج الفيرما تو باش نحطوا لها احنا العدس نتاعنا نتاع مام عدس مام نحطوا تو العدس مام شاف الشربه هاي باش يتقلى مع اللي يلزمني نحيلو الماء نتاعو هي البرشا شيف هاولو ايمان عطيه صفايا وري الكوجينه كيفاش ليه شيف سفيان تبارك الله عليه الجيختو يعمل كل شيء وحده شيف راني حتى انا زاد اسيستونت ناجحه تستحق حاجه تنجم هكا بعديك ايمان خدمها علامه شويه الكوجينه راه نحن كي ندخلوا الكوجينه الشيف بيدو يعرف كي نلبسوا التبليين تخمروا سي في الكوجينه نتاعنا في الكوجينه تعمل كل شيء وحدك دونك نذكروا بالطبيعه اللي احنا العدس حاطينه توا خاطر ديجا طايب ماهوش ديجا طايب برشا نقليه شويه انا شويه مش برشا مع البصل والدجاج الفيرما الزيت نتاعي يسخن يا البرشا شيف الزيت نتاعي يسخن باش نعمل به هنا الكروكون باش نعمل اكومبانيمون للسوب هذيك اللي احنا باش نقدوها باش يكون معاها الكروكون يكون بنين شيف. على الاخر دونك فوالا لازمنا نعملوا البان دو مي هابيز باش نستعملوه من بعد شيف يعطيك الصحة لي زو فارسي نقصوه كي تزيدو كي كتير راه باش يكمل لي بلان الكل راه سي باش يدرسي لك راه لا احنا جوست باش نخليو ليتاب هذيا الاولانية باش هاكا شيف يتهنى عليها لا ما هي تلوم علي انا تقولي شبيك تزرب في البريباراسيون كل شيء ترى هذيك هي سي كانت دخلت لا انا يظل لي بالحق طلعت انتم بالاجماع معناها الكل فيزا فيزا باهي توا هذايا قليناه شنو شايف مازال ناقصنا توا هذايا قليناه توا باش نصبوا له الماء والماء لازم يكون سخون بالطبيعه احنا شايف عندنا برانسيس ديما حاضره صحيت ما نقعدوش نضيعوا في الوقت نحطوا ماء فوق الغاز ماشي ملا شايف انا ايتاب باش نزيدوا السفنيليا والبطاطا من بعد من بعد كي ينقص شويه نعملوا ريدكسيون شويه من الماء نتاعها نزيدوا احنا السفنيل والبطاطا خاطر السفنيل والبطاطا فيهم مشروح يعني خمس دقائق يحضروا فهمتني وانا في حاجه معناها بعد ما نحضرها كاين بعد نفوح ما نفوحش تو زيد شويه نفوحها حتى انا زاد شيف باش نسالك شو نقول لك وقتاش باش نفوحها زيد شويه تخليها تغلي شويه من بعد نفوحها ما تسحقش برشا فيها علاش على خاطر العدس راهو فيه مطعم سبيسيال ديجا يسيب المطعم نتاعو اذا كان اذا فوالا يعطيك الصحه اذا كان احنا نكثروا من الفيح نضيعوا المطعم تاع العدس
احنا باش نخرجوا القيمه والفالور نتاع السفنيري والبطاطا والعدس في وسط السوب هذا. نخلي انا الزيت يحمى على روحه. وشاف توا فما استوس معناتها اللي نحطوا الفيح من الاول ولا من الاخر؟ بالطبيعه تختلف من اكل لاكل. كيفاش؟ بالنسبه للفحات فما استوس نتاع اليوم. اي باهي ميساج. بالنسبه للفحات فما احنا نستعملوا كما يعرف الشيف، فما كما مثال الدجاج ولا اللحم ولا الحوت، فما حاجات احنا نعملوها ماريناد، نخليوا الحاجه حتى اللي تاخذ الفيح نتاعها. من المستحسن ديما نقدوها احنا قبل ب 24 ساعه نخليوها باش تاخذ الفيح نتاعها بالكدا بالكدا. من بعد احنا كي نحطوها ما نعاودوش نستعملوا الفيح مره اخرى. الفيح نتاعها هي باش تاخذ لافالور نتاع الفيح، باش يتسيب في وسط التطيب هذاك اللي احنا باش نطيبوها، سواء باش نقليه ولا باش نمرقوا بالماء، وتخرج معناها الماكله معناها مفوحه حاضره. ايه البرشا شيف. اما هو في سهره وما جاوبلكش على السؤال راهو. قول لي ماني حكوك. هو قال لك راهو تختلف الماكله على الفيح، مش كي نفوحوا من الاول كي نفوحوا من بعد. بون هو راهو هرب بيك لا محاله. ايه. يتبقى كل واحد كل حاجه والتكنيك نتاعها دو بريباراسيون. ساشون كو بالنسبه للحم نماركيو البياس نتاع الحم من بعد نفوحو. علاش؟ على خاطر الحم كي فوحوه من الملح بالملح من الاول من بعد يعمل ريتونسيون دو. هذا بالنسبه للحم. خرج الماء. خرج الماء نتاعو. مي بار كونتر بالنسبه للبلا الاخرين على باس حاجه كان تعبت مسوسه راهي تقعد مسوسه. ماش تصلح يعني يلزمك تفوح من الاول. يعطيك الصحه شيف مؤمن. هكا اسس اخرى زاد اليوم شيف جوست قول لي شنو باش نحطوا شيف فحات من بعد للسوق. باش نحطوا شويه كمون، باش نحطوا فلفل اكحل وملح، وكمون وفلفل اكحل وملح وشويه كركم باش نعطيوها اللون نتاعها، على خاطر اليوم العدس نتاعنا بالقشور نتاعو العدس ما بالطبيعه. يعطيك الصحه شيف، انا باش نخليك تكمل لنا السوب نتاع العدس اللي ظاهره هيلا، تبدا تحضر لنا لي زانغريديون نتاع الغوسيت اللي من بعدها. لو طون نمشي للشيف مؤمن. سافا شيف؟ الحمد لله. شنو احوالك؟ والله سافا لاباس. شنو باش تحضر لنا اليوم؟ باش نحضروا حاجه تونسيه 100% تونسيه. حاجه هي شيف ما تغيبش، ما تعرف احنا ما تغيبش على اي كوجينه تونسيه ولا اي عائله تونسيه. وتعرف احنا في تونس ديما نتلموا يعني على حاجتين. شنو؟ بدون ثلاثه حاجات، المكرونه الكسكسي والمكرونه الكسكسي والنواصل. والنواصل مي هذولي شايف اليوم باش تحضر لنا النواصل اللي في دوغ هذولي. دونك باش نحطوا شويه زيت نجمه مايس. نحطوه من الاول، بعد خلينا غسلنا شويه بصل شويه ثوم. الخضره نتاعنا خلينا على جنب، درين فلفل ملح المحرحر زيدة يا حبة ذي يكون حار. عطينا شوية زيت. اسمع اسمع كما تقول انت اللحن ذاك مقام انها وند. دونك شايف احنا توا باش نبداو نحضروا في الصوص نتاع النواصل. باش نحضروا الصوص نتاع النواصل. ايه برشا شايف. دونك باش نسحقوا دجاج الفيرما وكل قدر وقدره، شكون يحب يخدم السوبريم كل والا كويسات والا احنا هكا شايف نوعلنا اليوم. احنا منوعين. انت باش تعاوني لهنا وانا باش نقول لك شنو باش نحضروا بالضبط. اوكي شيف. شنو باش نستحقوا؟ ديجا الريحه بدات تفوح من توا. انا طماطم تيكال. ايه. دونك هي باش تزيدنا تزيد الصوص بنا على بنا. حطوا مازال شيف كثر لنا باش تجينا الكونتيتي برشا. خاطر تعرف نواصل. تلزم ليكيب الكل، ليكيب تكنيك، تحيه ليكيب تكنيك كلها اللي تعبه معانا باش نخرجوا لكم لي غوسيت لبنان برشا من عند الشيف مؤمن وعند الشيف انفيتي. كيما العاده باش نحطوا شويه هريسه تيكال. اوه باش نحرحروها شيف. باش نحرحروها ومش باش ننساو عاده الهريسه المهروشه بزيت زيتونه. الفركيتا. الفركيتا. دونك. وهذا شيف ميلونج عالمي. ميلونج عالمي، انت ما تحب حاجه حاره. حتى ريحة زيت زيتونة شاف طيارة. دونك هذايا بالنسبة للصوص. قبل كل شيء باش نسحق شوية فلفل أكحل. الفلفل الأكحل والملح بالطبيعة. نسحق شوية ملح. هاك ريت كيفاش؟ الرشة نتاع الشيف التركي. نتاع الشيف التركي، شيف تونسي. هذايا نتاع الشيف التونسي الكل. باش نحط شوية بابريكا وشوية كابيس. هذي لازم اللي يتبعوا فينا الكل. الكركم عند شيف حسن سفير. حسن هات لحد ديما باش يعملوه نواصل تو سيء. سيء هذا حد شوية يعطيك الصحة. وشوية كركم. وكذيك الصوص حاضرة.
ناقص كان نقوى بشويه ماء سخون كيما العاده. عندنا بويوار تاع برنسيس ديما شاف في لي سوس دو بريفيرونس نمرقوا بشويه بشويه بالماء والا والله انت والوقت تاع التحضير وانت وكيفاش تحب تحضر هو دو بريفيرونس تمرق بشويه بشويه. انت اذا كان واحد عنده وقت دو بريفيرونس طيب سلا 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 سلا. وعندنا الحمص مام ديجا حاضر بطبيعته. هذيك علاش شاف ميلا ماهيش باش تاخذ لنا برشا وقت باش تحضر. علاش قلت لك فيزا فيزا باش تحضر المواصل. وبالنسبه للدب ما تغلي دوب ليش ومن بعد نزيدوا الخضره. اي البرشا شاف. يعني هكا تفضل. ليك مازال باش نكملوا المواصل. اه شاف باش نحطوا معناتها ديريكتومون بعد ما نكملوا نحضر السوس. كيفاش؟ احنا نحضروا النواصر نتاعنا. باش نخليوا هذيك تغلي باش نتلاهوا بالنواصر. باهي. انت شايف فما ايتاب كبيره يعني ايتاب كبير بالنواصر مش نحطوها ديريكتومون. اي بيان سور لازم نتلهيو بها. دونك عندنا هذيا النواصر العاده العاده اللي هي ليبيدور دونك ساهله تراديسيونيل بالروسيت القديمه الزمنيه الانسسترال. حتى من بعد زاد في الكويسون مش اللي تاخذ برشا وقت باش تقعد يابسه. اي بالنسبه للكويسون يعني تتفور عادي حطوا بزيت. حط لنا بزيت شايف النواصر. حطوا بزيت. شحال نعم هكا ولا صوفيا باش نشرب وحدينا اليوم اكيد. اه لازم توا باش يذوقنا توا من الشربه من الشربه ولي زو فارسي ونحن نذوقوا من واصل توا عنده اونتري وحنا عنا. اه مازال شيف مؤمن مازال باش يحضر لنا ديسير ابارامون اكيد بيان سور. دونك الحاجه الباهيه ديجا في النواصر هاك ترا مخصوصه مربعات الكعبه واختها يعني قد مش قد. مش كعبه. اي بالحق شو نقول لك علاش خاطر من بعد وقت التون دو كويسون راهي تختلف مش كيما تبدا نواصر نواصر العربي تبدا مخصوصه. علاش ساعات نواصر تعجن ولا حاجه ونواصر فيها فيها دو تيب تاع كويسون. ايه بعد ما تسقيها بعد ما تسقيها تحطها في الفوق. ايه مش كامل الكويسون نتاعها. وفما شكون يخليها فوق الغاز. فما شكون يخليها فوق الغاز. باهي دونك احنا الحاجه الاولانيه شنو باش نعملوا باش نحطوا شويه فلفل اكحل. كنت حاجه قلت لك عليها قبل اللي هي نحطوا شويه بابريكا. باش يقعد لنا اللون نتاعها حتى كان الصوص طلعت ما كفيتش. حتى لو كان الصوص ما كفيتش. دونك هذايا نصورك حفظتها. ما عادش تنساها. هذايا ديما نستعملوها في الكسكسي وفي النواصر. نحطوا شويه ملح. توا نخلطوا. ريت على قد ما تخلط النواصر وعلى قد الكوجينه كنا رانا نستعملوا بيدينا راهو. على قد ما انت نحطوا الحب الكل. نحطوا الحب. النفوس كل واحد ونفسه في يديه. بلاش يبقى عنده ويت. بيدينا كيك. نخدموا بيدينا. هذيك الحاجه الباهي. دونك توا بعد ما خلطناها مليح مليح باش نزيدو تنعاونك انا شايف عاوني باش نكمل باش نزيدو باش نخلطو بالمغرفه من بعد الزيت نجمه قولي شوف قولي سي سي بون سي بون سي زيدني شويه اخر ديما شوف الزيت نزيدو حتى لين ما انت تتزيت الكلها تتزيت الكلها زيدك شويه هذا برك ليه قلت لك قاعده تتعلم راهي صوفيا راه قاعده تتعلم الحاجه الباهي انها قاعده تتعلم لي سورتو سورتو شاف لينا بالحق ما كلت شاف مؤمن ياسر بنينا لي الحقيقه 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 هاك ذقت الماكله حاجه سهله لي شاف مؤمن واللي شاف اللي جاوا بحذنا اللي شاف كاس الكل راهو الحق اكلتهم بصراحه يطيبوا نفس البرانسيب اللي هو اون بريبار سوانيوزمون افيك امور افيك امور حفظتوا السلوغان. ايوا ان شاء الله بالحق اللي تبعوا فينا الكل يجربوهم لي غوسيت حتى اذا كان دي غوسيت راهم يعرفوهم راه فما برشا حاجات احنا نبدلوهم في اولاد الكوجينه دونك هم ماذا بينا كان يقيدوا لي زاستيوس هذوما. وبيان سور اذا كان ما تفرجتوا على الحلقات القديمه نتاعنا والا خلطوا علينا توا توا في الحلقه نتاع اليوم نجموا تلقاو الحلقات اللي فاتوا الكل على شين يوتيوب التاسعه وباش فيسبوك التاسعه. شايف هذول الناس توا مقنا توا كيفاش نحطوا نواصل حتى لين جوست نستنيو ديما تسخن شويه قادرين تسخن شويه شويه الباخ فابور من بعد نحطوا الوسط تفوق ونستنيوهم ومن بعد نكملوا الكوسون نتاعها يعني ما بقالنا كان الديسير يظهر لي من بعد كان الديسير من بعد يعطيك الصحه شايف مؤمن اقعدوا معانا ما تمشيوش لبعيد اشهر صغير ونرجعوا لكم.